وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. أنا سمعت كنت بسأل بالنسبة للأب والأم المنفصلين، فبالنسبة للمصاريف لو الأم بتشتغل فهل يحق إن هي يعني ينفع إن هي الأب يفرض عليها إن هي تساهم بجزء من؟ لا لا لا، الإنفاق مسؤولية الأب، الإنفاق مسؤولية الأب كاملة كاملة طبعا. الأم ليست مسؤولة عن الإنفاق أبدا، بل هي إذا أرضعت له ستأخذ أجرها، فإن أرضعنا لكم فأتهن أجورهن. حتى الأم لو أنت طفلة والأم ترضيك، واجب على الأب أن يدفع الأجرة للأم المطلقة، فإن أرضعنا لكم فأتهن أجورهن، حتى وهي حامل وأنت طلقتها وأنت، إن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم تمام، بس بإمكانياته هو طبعا، على كل واحد كثيرة بإمكانياته هو على حسب حال كل شخص طبعا، لا شك في ذلك. شكرا جدا، الله يكرمك. السلام عليكم.